بص بصراحة أنا شايف إن الإيفنت مفيد جدا لينا كلنا ولأي حد مهتم بقطاع الكرة بشكل عام في مصر، سواء مشجعين، مدربين، محللين، ناس بتتكلم في الرعاية، ناس بتتكلم في كل حاجة. الكرة مليانة كمية توبكس وحاجات ممكن نتكلم فيها كتيرة جدا، فمهم أوي إن احنا كلنا نتقابل مع بعض، إزاي نوظف ده، نعرف نشغله إزاي بعد كده. فطبعا ان في مصر يحصل ده لاول مره بصراحه، يعني انا رحبت جدا بالفكره من اول تليفون جالي في الموضوع ده، قلت ان انا لا لازم ابقى موجود بصراحه، لانه النهارده انت دي صناعه زي السينما في مصر اللي كبرت جدا في اخر 5 سنين من المهرجانات اللي بنعملها مثلا. يعني ف الشعب المصري بيتغذى على الكوره وبيتفرج كوره، حتى اللي عمره ما لعب كوره في ودنه كوره. فالنهارده ليه ما يبقاش في مكان كلنا بنجمع فيه، بنقول لكل التوبكس بتاعتنا، بنشير النولج او الخبرات بتاعتنا مع بعض. في الاخر ده في وقت من الاوقات هيعود على المجتمع وعلى الاستثمار الرياضي بشكل مختلف تماما. النهارده في اخر 2-3 سنين انت بتبذل مجهود جامد جدا في الصناعه دي، ودي حاجه باينه جدا متهيالي، وفي شركات خاصه وشركات وحاجات تبع وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره وكل ده بيشجع على ده جدا، ودي حاجه هايله. ولكن احنا النهارده في الاول وفي الاخر لسه في البداية، لسه بنقول يلا بينا نعمل حاجة مفيدة لأجيال جاية كتير جدا، هتحسن لك جدا المنتخبات بتاعتك من السن الصغير، هتحسن لك الاستثمار الرياضي، هتحسن لك البيزنس تاني خالص. فلا احنا فين؟ احنا في حتة كويسة، ونقدر ان احنا في خلال 2 سنين نبقى في حتة احسن بكتير. يعني بص، الحمل البدني عامة للعيبة الكورة او للفرق او للدوري او للمنتخب موضوع يطول شرحه، كبير جدا وواسع جدا. بس النهاردة انت عندك يعني، وده بيحصل من خلال الجهة المسؤولة في الكورة في مصر وانترناشنالي طبعا دوليا، يعني ان انت بتبقى عندك جدول معين ومحدد للماتشات، للراحة، للعب، للكاس، للدوري، لكل البطولات الدولية أو المحلية. فلو أنت عندك ده بشكل منتظم بالذات في مصر، تقدر أن أنت تعلي اللعيبة جدا بتاعتك بدنيا، وتطلع منهم لعيبة يقدروا ينافسوا على مستوى أوروبي عالي جدا، بل بالعكس ممكن يبقوا أحسن من لعيبة أوروبية كمان كتيرة جدا، لأن اللعيبة المصري عنده الإمكانيات دي بطبيعته، ولكن لو اشتغل بشكل معين. في شغلنا احنا بنحاول أن احنا نشتغل بالشكل المعين ده، أن احنا نطلع اللعيب مش مصاب، لعيب سليم 100% يقدر يؤدي اللي عليه، يقدر يؤدي الزيادة، مع تدخل طبعا حاجات كتيرة جدا علاقة بالتأهيل وليها علاقة بالطب وليها علاقة بالتغذية وليها علاقة ان في الاخر اللعيب ده دلوقتي بنتكلم عليه النهاردة كمان يمكن في كل المحاضرات والحاجات اللي احنا شفناها، انه كل جهة من دول اشتغل مع بعض تطلع في الاخر اداء، فعلا اداء للفرقة دي او للعيب ده او للمنتخب ده يقدر يفيد الرياضة بشكل عام. التغذية دي يعني 60% من الشغل يمكن اكتر. النهاردة لو اللعيب ده مش بياكل المفروض ياكله، على حسب مكانه في الملعب، على حسب وقت لعبه، وقت تمرينه، وقت نومه، النشاط اللي بيقوم بيه في خلال اليوم عادي، حتى لو بيتمشى في الشارع، كل ده لازم يكون محسوب بطريقة معينة. لو بنتكلم عن النهاردة انك تخرج لعيب كرة دولي محترم، فعشان يقدر ينافس دوليا على 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 اي حاجة لازم يتحط جوه ده. فالنهارده لازم يبقى ده مسبق بتست معينه او اختبارات معينه للبني ادم، لان انا باكل وبشرب وبنام عكس واحد تاني تماما، واللي باكله بيأثر عليا بشكل، وانت لما تاكل الاكل ده هيأثر عليك بشكل تاني حتى لو كان نفس الاكل. فالنهارده انا بدي لنفسي ايه، ده اللي بيفرق. زي محمد صلاح النهارده بيتكلم عليه على جسمه عامل ازاي، وعلى نسبه الدهون في جسمه عامل ازاي، والعضلات اللي هو بقى بيظهر بيها دلوقتي اللي بالسوشيال ميديا بتتكلم عليها والاعلام المصري. النهاردة الراجل ده بياكل أكل معين ليه هو بس، مخصوص بجرام معين، بميلي ليتر معين بيشرب بيه، عشان يطلع في الآخر بالشكل ده، بالسرعة دي، بالأداء ده، يقدر يلحق الكورة قبل أي واحد تاني بقاله 20 سنة بيلعب في إنجلترا في دوري بريمير ليج. فدي ما اقدرش أقولك هو إيه اللي هيعمل، إيه اللي هيمنعه وإيه اللي لأ، بس بيبقى فيه بروجرام، فيه ديسيبلين، فيه نظام ماشي عليه في الأكل وفي النوم، يقدر يديله في الآخر أداء مع بقية طبعا الحاجات اللي انا ذكرتها اللي هي الدكاترة والتأهيل والأحمال وكل الحاجات دي. الحاجات دي يمكن بنتكلم عليها النهاردة في الورشة بتاعت او منتشر بتاع التغذية. لو على حسب انت امتى طبعا، في يعني قبل الماتش ولا بعد، ولا في نص الماتش ولا بعد الماتش، بتفرق جدا. بس الحاجات اللي بتتكلم عليها اكتر اللي بتتشرب وتتاكل دي
بتبقى معظمها سبورتس درينكس، بتبقى مشروبات رياضيه او فيها الكترولايتس او املاح معدنيه معينه، ان بعد ال 45 دقيقه 60 دقيقه مجهودي ومجهودك مختلفين. انا خسرت ميه كتير من جسمي، خسرت معادن كتيره من جسمي، خسرت صوديوم وبوتاسيوم ايا كان، فاللي انا بشربه ده بيعوضني عن ده، فبيرجعني تاني في الفورم، فبقدر ان انا اكمل 45 دقيقه كمان. او اسلي مثلا بيزيد قوي اكتر، هتلاقي الدكتور دايما بيجيبه في فرقه او المدرب دايما بيجيبه في الوقت بتاع الاكسترا تايم، لان انت استهلكت جسمك جدا طول 90 دقيقه، لسه عندك لحد ال 120 دقيقه اللي ما كانش في تركيز اكتر من كده، فانت محتاج تاخد السوائل دي عشان تقدر تعوضها. ده معظم الفرق بتعمل الاسلوب ده يعني.